بنك مصر يقدم سك على دولابك. الأستاذ فريد فتح شركة جديدة جنب البيت، ما هياش بعيدة، بيروح بإيراد كل يوم ويحطه في الدولاب قبل النوم. بالليل وهو نايم على ودانه بتتاخد فلوسه في نص منامه. شت حضر الزكية. في ثانية مش اتنين لها في الألفين، وصحي فريد يصرخ وقلب صوت مشرخ فلوسي. وقرر فريد يفتح حساب يديله عائد مميز بدل الدولاب. راح لبنك مصر لأنه مضمون وكبير، وبطاقته فتحوا له حساب بدفتر توفير وخمس جوائز شهرية ألوفات فلوس نقدية. وهو للعادي من بنك مصر. بنك مصر، عرض لازم تقبله.